السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح نوضح لكم بعض النصائح قبل الامتحان وبعد الامتحان، بما ان امتحاناتكم الثالث متوسط الوزاري حتبدي يوم غدا الخميس 1/6، اول يوم امتحانكم التربية الاسلامية واللغة العربية دمج عندكم تدرون. فانت لازم لحد هسه لحد هاي اللحظة انت مضبط المادة، فابقى اقرا منا الحد وحدة بالليل وحدة ونص وبعدين لفراسك ونام. تقعد بيش الساعة؟ تقعد الساعة بالاربعة الفجر، بالاربعة الفجر قراءة الفجر كلش حلوة وما يعني ما تروح من بالك، وخاصة عندك ترى باكر كله حفظيات، الادب حفظ، الاسلامية حفظ، حتى القواعد بيها حفظ وبيها فهم. فقلنا لك اقرا الفجر، اقعد الفجر بالاربعة، صلي صلاة الفجر، طب ادخل رأسا اسبح، اسبح وصلي صلاة الفجر حتى تسبح تكون نشيط، حتى نفسيتك ترتاح من تسبح، وابقى راجع صلي، قلت لك صلي ركعتين، شوف اي ركعتين لوجه الله، او بعدين ابدي اقرا الحد الستة، تطلع قبل الامتحان بالستة، حتى لو بيتك قريب، هي امتحانك بالسبعة، حتى لو بيتك قريب انت تطلع قبل الامتحان بساعة، بالستة تطلع، لا تطلع اذا ما تتريق. تاخذ وياك شنية المستمسكات، اهم شيء البطاقة الامتحانية، تاخذ وياك شنية قلمين رصاص حلوات من هاي الاقلام اللي مو من نبالات، مساحة حلوة من هاي السودة اللي ما تمسخ، مقطاطة اللي هاي اللي تنبل، او مسطرة او قلم جاف، لا تاخذ احمر، ازرق واسود. رحت اخذت المستمسكات، يعني قصدي المستلزمات مال القرطاسية، واخذت بطاقة الامتحان، حضرها من الليل وحضر كل شيء، خليها صفحة على صفحة. قلت لك اطلع الصبح من بيتك الساعة بالستة، لا تاخذ وياك اي شيء المراجعة، انت مراجع، لا تروح ويا جماعة هسه يقولون هذا مهم وذاك مهم، كل شيء روح من بالك واخر على صفحة. دخلت الامتحان، من دخلت الامتحان وزعت الاسئلة، قبل ما توزع الاسئلة انت صلى على محمد وآل محمد ثلاث مرات، تقرأ سورة الفاتحة وسمي بالرحمن وتبدأ تقرأ، قراها على كيفك، واخر الخوف من عندك، اقراها على كيفك، او بعدين حل. طبعا لا تنسى الدفتر، تكتب اسمك وتكتب الرقم الامتحاني وتكتب، شوف اكو شغلات تكتبها بالقلم الجاف، لا تكتب بالدفتر من تريد تحل، لا تكتب بالجاف، لا طبعا هم مرقمين، سؤال اول سؤال هذا، حتى لو مو مرقمين مرقمين انت رقم وترتيب حلو، ترى يخلون حتى درجة على الترتيب، وخطط هذا سؤال أول ألف، سؤال الثاني ألف، سؤال الأول باء، هيك رتبها. أول ما تبدي تحل بمن؟ بالتربية الإسلامية حتى تخلصها، الآيات القرآنية حتى ما تنساها، المعاني الأحاديث، خلصت 25 درجة خذ، راجع، بعدين روح على اليمن، روح على الإنشاء، اكتب مقدمة واكتب خاتمة أو اكتب العرض واكتب آيات قرآنية وعلامات الترقيم وحديث نبوي الشريف وأبيات شعرية، سوي اقل شيء صفحتين او صفحتين ونص. خلصت روح على اليمن على الادب، روح على الاملاء، الاملاء خلص من عنده، علامات الترقيم همزه القطع والمعرف شنو الوصل، خلصت روح على الادب، اكو يعني حتى ما تنسى البيت القصيده، القصيده حتى ما تنسى ابياتها، وبعدين روح على القواعد على كيفك حل، واستخرج الميزان الصرفي، المصادر، ما اعرف شنو هذه. تخلص راجعت مرتين ثلاثه، نسلم الدفتر اذا ما تراجع، حتى لو واقف فوق راسه وقال لك يلا خلص الوقت، قول له اريد اراجع، يلا مو بكيفك. هاعني خلصت، سلم الدفتر، روح راسا راسا، لا تتجمع، لا تطلع وتروح يم الجروبات يم الجماعه يشوش عليك، وبعد انت سلمت الدفتر وبعد كتبت وبعد ايش حيفيد؟ او فقره نسيتها، لا تترك اي سؤال ما تعرفه، لا تتركه فارغ، يخلوا لك درجتين احسن ما صفر، ما تعرفه جيب السؤال كله وخليه بالجواب.
السؤال كله وخليه بالجواب بالورقة، خليه جواب، لا تترك أي شيء فارغ. شوف نب شنو اللي يجوز، أكو كلمات معاني مثلا ثلاثة جاوبون على اثنين، شوف شون أبيات شعرية قصيدة أربع أبيات، فركز عليها قبل قبل روح لبيتك لفراسك هنا وجهز للامتحان الثاني وهكذا، وتستمر الامتحانات وإن شاء الله التوفيق يا ربي.